بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في درس جديد من دروسنا الشرعية العلمية المتعلقة بشرح كتاب الصاحبي في فقه اللغة للإمام أبو الحسين أحمد بن فارس رحمه الله تعالى. واليوم نحن عند حروف الجر، تحدث عن في ومعاني في، وتحدث عن حروف الجر بشكل متناثر في كتابه وبشكل متشعب، ونحن سنتحدث عنها بشكل مختصر ونجمعها في درس بإذن الله عز وجل. فحروف الجر، حروف الجر نستطيع أن نجمعها في من وإلى وعن وعلى ورب والباء واللام والكاف الزوائد والواو والتاء. وأيضا من العلماء من عد حاشا وخلا، بعضهم عدها من حلول من حروف الجر، وكذلك مذ ومنذ، ومنهم من لم يعدها من حروف الجر، وقد تحدثنا عن حاشا وخلا ومذ ومنذ في دروس سابقة. أما حروف الجر الأصلية فهي من وإلى وعن وعلى ورب والباء واللام والزوائد من الكاف والواو والتاء. وهذه الحروف كلها هي حروف جر، وهي حروف تجر ما تتصل به أو ما تضاف إليه. فتقول مثلا، عجبت من زيد، وتقول نظرت إلى الشجرة، وتقول رغبت في أكل الخبز، وتقول انصرفت عن اللعب، وتقول القلم على الطاولة، وتقول رب رجل رأيت، وتقول مررت بنهر، وتقول المال لأحمد، فهنا اللام حرف جر، وتقول أنت كعبر، هذه الحروف كلها حروف جر، وهي تجر ما اتصل بها أو ما أضيف إليها كما ذكر. لكن لهذه الحروف معاني مختلفة. فمثلا من، معناها الابتداء، تقول سرت من بغداد إلى مكة، أي هنا من أعطت معنى ابتداء السير وهو من بغداد، أي ابتدأت السير من هذا المكان إلى هذا المكان. وقد تأتي بمعنى التبعيض، فتقول أكلت من الخبز، أي من بعض هذا الخبز، أي أكلت بعضه. وتقول شربت من اللبن، أي شربت بعضه. وتكون من زائدة، ويكون دخولها وخروجها في معنى واحد، يعني لا يؤثر دخولها أو خروجها، زائدة. ومن ذلك تقول ما رآنا من أحد، هنا زائدة، إذا أخرجناها وقلنا ما رآنا أحد فإن المعنى لا يختلف، وتقول مثلا ما رأيت من طعام، فهنا إذا حذفتها تكون ما رأيت طعام، فهنا المعنى لا يختلف، ولذلك يطلق عليها بمن الزائد. فإذا المعاني الأساسية لمن هي إنها تعطي معنى الابتداء وتعطي معنى التبعيض، وتكون
في بعض الأحيان زائد. إلى هنا تكون للانتهاء، تقول سافرت مثلا من الجزائر إلى مكة، سافرت من الجزائر إلى مكة، فهنا أعطت ماذا؟ أعطت معنى مكان انتهاء هذا السفر، وهذا المعنى الأساسي لها. وعندنا في تعطي معنى الظرفية، في تعطي معنى الظرفية، فتقول في هذا الإناء عسل، في هذا الإناء عسل، أعطت ظرف مكان لهذا الشيء، في هذا الشيء. وتقول مثلا، تقول محمد في المدرسة، أيضا أعطت ظرف مكان. تقول المال في الكيس، أيضا أعطت ظرف، دائما ما تعطي الظرفية. عن تعطي في الأساس معنى يتعلق بالمجاورة والانتقال كما يصف علماء العربية. تقول انصرفت عن هذا الأمر، أي انصرفت عن مجاورته، انصرفت عن أكل اللحم، أي تركتها أو تركت مجاورته إلى أمر غيره. على غالبا في الأساس ما تعطي معنى الاستعلاء، تقول الفارس على الفرس، أو محمد على الفرس، أي قد ركبه وعلاه. وتقول السيف على رقبة العدو، أي قد ركبها وعلاها. وتقول الرجل على الجبل، وهكذا. رب وكام غالبا ما تعطيان معنى التقليل، وغالبا ما تكونان مختصان بالنكرات دون المعارف. فغالبا ما تسمع العرب تقول رب رجل لقيته، رجل نكرة، وأعطت معنى التقليل، رب أعطت معنى التقليل، رب رجل لقيته. وضد رب كم، تقول كم سيفا ملكته، أي هنا أعطت ماذا؟ أعطت معنى التكثير، كم سيفا ملكته في بعض الحالات. وعندنا أيضا من حروف الجر الباء، والباء غالبا ما تعطي معنى الملاصقة، معنى الملاصقة. تقول أمسكت السيف بيدي، أي في حالة الملاصقة. وتقول أمسكت اللص بيدي، أي في حالة الملاصقة. وأحيانا تكون الباء زائدة، حذفها وإبقاؤها لا يؤثر شيئا في سياق الكلام. ومن ذلك كأن تقول ليس زيد بنائم أو بقائم، إذا حذفنا الباء فصارت ليس زيد نائم أو ليس زيد قائم وهكذا، أو ليس زيد بلاعب، احذف الباء ليس زيد لاعب، لا يؤثر شيء. فهنا نطلق عليها بالباء الزائدة، وهذا سبب إطلاق هذه التسمية عليها. وهنالك من حروف الجر اللام، واللام غالبا ما تعطي معنى التملك أو استحقاق أخذ الشيء أو ملكه. تقول المال لعمرو، أي هو ملكه، فلو حذفتها لاختل الكلام، فلم إذا حذفت اللام تقول المال عمرو، هذا ليس بكلام ذو فائدة، كيف يكون عمرو هو مال؟ لكن تقول المال لعمرو، أي هو ملكه، وهذا المال هو يستحقه. وأيضا من الحروف التي تحدث
عنها المؤلف بعد حديثه عن في، ونحن جمعنا حروف الجر بشرح مختصر، تحدث عن قد، تحدث عن قد، وقد بمعنى كي، وتكون جوابا لقول القائل لما إذا ما جاء في سياق حديث العربي لما عن السؤال، يقول كي قد، كي قد، ويقول بل قد أيضا لترك شيء من الكلام. وقد بشكل عام هي جواب لقوله لما يفعل، لما يفعل، تقول قد فعل ذلك لأنه كذا وكذا. هذا وصف قد من حيث المعنى، من حيث المعنى، فهي تكون جواب لما وبل ولما يفعل كذا، تقول قد فعل كذا لأنه كذا وكذا. ويرى الخليل رحمه الله تعالى إن هذا لا يكون، يعني أن تكون جواب، إنه لا يكون إلا لقوم ينتظرون الخبر، وذلك إنه يقول لو إذ قلت لوما ألا ترى أنك تقول لما ولا تتبعها شيئا، ولا تقول ذلك في لم، وتكون قد بمنزلة ربما. فعند الخليل قد تكون بمنزلة ربما ولا تكون لجوابا كما يفسره بقية علماء العربية. فمثلا بقولنا لن يفعل يكون الجواب سيفعل، فعلى رأي بعض علماء العربية إن الجواب يكون قد يفعل، وعلى رأي بعض العلماء بأن الجواب يكون سيفعل، والحقيقة كلا الكلمتين بمعنى واحد. إذا قلنا قد يفعل وسيفعل فكلاهما توحي بالفعل مستقبلا، قد يفعل أو سيفعل، قد يفعل أو سيفعل. ثم تحدث المؤلف أيضا عما يتعلق بكم، وكم اسم يقع على العدد، أحيانا تكون خبرا وأحيانا تكون استفهاما، ومجراها يكون هو مجرى العدد. فلو قال القائل كم رجلا عندك، وكم سيفا لك، أو كم حصانا لك، فهنا يريد أعشرون غلاما أم ثلاثون، فهنا جرت مجرى الاستخبار وجرت مجرى الاستفهام، أعشرون غلاما عندك أم ثلاثون فرسا عندك، وهكذا. وأيضا إن قلت من باب الاستخبار، إذا قلت أين عبد الله، فإن المعنى من هذا الكلام عبد الله في هذا الموضع، في موضع كذا أو في موضع كذا. وإذا قلت متى خرج زيد، فهنا معناه أوقت خروج زيد هو كذا أو كذا، أوقت خروج زيد صباحا مثلا أو مساء. لكن في كم يقول علماء العربية يجوز فيها أن تفصل بينها وبين ما علمت فيه بالظرف. فمثلا تقول كم لك غلاما، كم غلاما لك، وكم لك غلامة، أو كم لك سيفا، وتقول كم عندك حصانة، أو كم عندك جاري، ويجوز ذلك في كم فقط.
لأنه جعل عوضا كما يقول علماء العربية، هذا جعل عوضا للأمر الذي منعته من التبكر. أما عشرون ونحوها، أعشرون أم ثلاثون أم أربعون، فلا يجوز فيها أن تقول عشرون لك، إنما تقول في سياق الاستفهام أعشرون أم ثلاثون أم أربعون، ولا ينبغي أن تقول عشرون لك جارية، بل تقول عشرون جارية عندك مثلا، ولا تقول خمسة عشر لك غلاما، خمس عشر لك غلاما، إلا أن ذلك جاء في بعض الشعر العربي الاضطراري، جاء في بعض الشعر العربي الاضطراري، ومن ذلك قولهم على أنني بعد ما قد مضى، على أنني بعد ما قد مضى ثلاثون للهجر حولا كميلا، ولم يقل للهجر ثلاثون حولا كميلا، إنما قدم العدد فقال ثلاثون للهجر حولا كميلا. فما يتعلق بكم التي تكون للاستفهام، أما كم التي تقع خبرا فيكون معناها معنى رب، ألا إنها اسم ورب حرف. الفرق بين كم ورب، إن رب عندما تأتي لتقع خبرا هي اسم، ورب الأخرى هي حرف. ومن ذلك إن العرب تقول كم رجلا قد رأيته، كم رجل قد رأيته أفضل من زيد، أفضل من زيد. فهنا قد رأيته وقعت خبرا، وقعت خبرا، وأفضل من زيد، أفضل من زيد رفعت أفضل، لأنك جعلت أفضل خبرا عن كم، لأن كم هنا كما قلنا اسم، اسم مبتدأ. أما رب، إذا قلت رب رجل أفضل منك فلا يكون في هذه الحالة له خبر، لأنها حرف، حرف خفض، حرف جر، حرف جر. وكم لا تكون كما يقول علماء العربية إلا اسما. ومن ذلك أنك ترى حروف الخفض تدخل عليها، وهي حروف الخفض معروفة أنها تدخل على الإسماء وتكون فاعلة وتكون مفعولة. تقول كم رجل ضربك، هنا هي فاعلة، وتقول كم رجل قد رأيته فهنا هي مفعولة. ثم انتقل المؤلف وتحدث بالقضايا المتعلقة بالاستفهام. الاستفهام يكون الاسم فيه رفعة، فهنا الاستفهام الذي يكون الاسم فيه مرفوعا، هذا هو الاستفهام الذي تبتدئه لتنبه المخاطب، استفهام تبتدئه لكي تنبه المخاطب ثم تستفهم بعد ذلك. ومنه قولك زيد كم مرة رأيته، زيد كم مرة رأيته، أو زيد كم مرة رأيته، فهنا هذا استفهام لتنبيه المخاطب وهو المسؤول. وقولك عبد الله هل لقيته، ومحمد هل لا لقيته، كل هذا وكذلك في سائر حروف الاستفهام. فالأصل فيه الابتداء، كما إنك لو قلت أرأيت عمرا هل لقيته فأنت بدأت بالاستفهام. فإذا قلت زيد كم مرة رأيت فهذا ضعيف في كلام العرب، زيد أو زيد كم مرة رأيت، ولا يجوز عند العربي أن تقول زيدا هل رأيته،
زيدا هل رأيت؟ وتحدث المؤلف عن ما يتعلق بكيف، وكيف أيضا في أصل الوضع هي للاستفهام، وكيف بعض العلماء يقولون هي محل اجتماع حرفين لمعنى واحد، فيقولون أحد هذين الحرفين خلعت عنه دلالة الاستفهام، ويقولون هو أم دون كيف، حتى كأنه قال بل. فالعرب يقولون هذه كيف، يعني في الأصل كأم أم كيف أو بل كيف، لكن أحد هذين الحرفين خلعت عنه دلالة الاستفهام، ولا يجوز أن تكون كيف يعني هي المخلوعة، لا، وإنما يخلع الحرف عنها، لأنها لو خلعت عنها يقولون يعني لا لوجب إعرابها، لأنها إنما بنيت لتضمنها معنى الحرف، معنى حرف الاستفهام، فإذا زال عنها ذلك المعنى يعني زال الأمر كله أو زال الاستفهام كله. فمثلا تقول العرب يقولون مررت بامرأة، أي امرأة مررت بامرأة، أي امرأة، يعني هنا أراد معنى التعجب ولم يرد معنى الاستفهام. وكذلك في قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هنا ينبغي الاحتراز، الكثير يظنون بأن كيف ها هنا أعطت معنى السؤال أو الاستفهام، لكن هنا لم تعطي هذا المعنى. في قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هنا كيف لا تكون بدلا من الإبل، لأن دخول الجار على كيف شاذ في لغة العرب، ولكن قالوا لم يسمع في إلى بل في على ولأن إلى. فهنا يقولون يلزم أن يعمل في الاستفهام فعل المتقدم عليه، والجملة التي بعدها حينئذ تصير جملة مرتبطة، وهنا الجملة منصوبة بما بعدها على الحال. والمعنى من ذلك إلى الإبل كيفية خلقها، وليس استفهام عن خلقها. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، هنا المقصود كيفية أو قدرة الله عز وجل بمد الظل. وأيضا تحدث المؤلف عن ما يتعلق بكادة، وكادة تكون للمقاربة، وهي فعل، والعرب تقول كاد الفارس أن يكون أميرا أو يكون أميرا، كاد الفارس يكون أميرا، وكاد النعام يطير. فأما قول الله عز وجل إذا أخرج يده لم يكد يراها، فمعناه ها هنا كما يقول علماء العربية لم يراها، المعنى لم يراها ولم يكد، أي لم يدن أو لم يقترب من رؤيتها. وكذلك قول الله تعالى من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم، فهنا أيضا للمقاربة، أي كادت قلوبهم أن تدنو من أن تزيغ عن هذا الأمر. ونكتفي بدرسنا
في هذا اليوم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.